في بعض القرارات السنه دي اتخذت من قبل اتحاد الكوره او اللجنه المؤقته اللي مشت، يعني من ضمنها مثلا ان التغييرات مش عارف 3 تغييرات، مع ان انت في زمن الكوره لسه فوق الفريق الاول معكوسة بيبقى خمس، يعني القاعدة، خمس تغييرات. يعني شايف القرارات برضو بعض القرارات دي، ولا عندك بعض القرارات نزول الاخرى اللعيبة من الفريق الأول اللي هو نزول اللعيبه من الفريق الاول ليها مثلا. شروط؟ يعني احكي لنا وشايفها ازاي بص، من خلال مبدئيا وجهة نظرك. احنا المسابقات، بنتكلم على الناشئين مش الناشئين بنتكلم على طبعا الفيلم. احنا بنتكلم عن الناشئين. المسابقات السنه دي يا كابتن شغاله بشكل كويس، وفي انتظام في المسابقات، علشان برضو يعني نتكلم تمام. بما يرضي الله ونقول ندي كل واحد حقه. ونظام المسابقه شغال بشكل كويس، نظام المسابقه اللي هو بطل الدوري والكلام ده كله. ولكن انت لما تيجي انت وانت القاعده، انت بتوسع القاعده من تحت وبعد كده لغايه فوق بتقل يعني الهرم زي ما بيقولوا كده. احنا كده الهرم مقلوب عندنا. انت ازاي تعمل استبدالات تحت في قطاع الناشئين؟ تغييرات هي اسمها استبدالات، مش يعني تغييرات. التغيير اثناء المباراه مش استبدال. ايوه برافو عليك. تغيير اثناء احنا المباراه. بنتكلم الاستبدال اللي هو التغيير، الناس عارفه اقول لك تغيير اسمه استبدال، خروج لاعب ونزول لاعب. استبدالات 3 لاعبين. طب ازاي فريق الاول 5 وبتعمل تحت 3؟ المفروض توسع القاعده تحت وتزود نسبه المشاركه انت في بالنسبه الكورونا كمان، زمن الكورونا يعني. زمن الكورونا انك تلعب تزود العدد، كان مش عايز اقول لك يعني، بس مش عشان الماتش من المباراه ما تبصش، ما بنقولش ان انت يعني تزود اكتر من كده. فانت 5 فوق 5 تحت، دي حاجه. تاني حاجه انك بتنزل 5 لاعبين من الفريق الاول للناشئين لفريق 2001 يلعبوا مع 2001، يقول لك عشان ما بيشاركوش فوق. طب دلوقتي انا كراجل في قطاع الناشئين، حضرتك كنت مسؤول كبير ورئيس قطاع الكوره في النادي، المفروض حضرتك بتطلع اللعيبه للفريق الاول، ولا عايز لعيبه من الفريق الاول تنزل تلعب معاك؟ انت عايز صعد لعيبه، المفروض العكس. العكس الفريق الاول، فانت كده بتنزل 5 لعيبه بياخدوا 5 اماكن مكان كام لاعب. ممكن انت بتتكلم ان هم بالنسبه لهم ممكن تبقى اخر سنه، فعايز تشوف اللعيبه دي ممكن هتبقى موجوده، بتعمل احباط للاعب اللي هو اللي في الفرقه كلها. انت بدل ما تصعد مني لعيبه انت بتنزلي لعيبه كمان. فدي مشكله كبيره برضو من ضمن القرارات الخطا اللي خدها السنه دي، بالاضافه لقرار البراعم اللي هو من 2007 ل 2013، ال 50 كيلو اللي اتخذ. طبعا ده قرار يعني انا بالنسبه لي ده تدمير لقاعده البراعم في مصر. فاتمنى من زي ما قلت لحضرتك ان اتحاد الكره الجديد ان القرارات دي كلها تتلغي ويرجع النظام كما هو زي ما كان شغال الفترة اللي فاتت. وتقدر تزود كمان عدد القوائم في الناشئين، مفيش مشكلة انك تزود عدد القوائم دي، مفيهاش اي مشاكل خالص. الامور ماشية بشكل كويس، ولكن تمام. دي بس ابرز الحاجات اللي احنا